السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج المكونات الغذائية، طبعا كنا أنهينا المكونات الأساسية، الأشياء الطبيعية التي يعلمها الناس، لكن دائما نلاحظ على أن هناك بعض المكونات التي يستهلكها الناس وهي موجودة في واقعنا، يعني في مجتمعنا، فلا يمكن أن لا نتكلم عنها. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن دبس التمر أو بعض الأشياء الآن التي يحضرها الناس من التمور. ونحن بلداننا الحمد لله أنها منتجة للتمور كالبلدان العربية كلها، وبدأ هذا الدبس التمر يعني في الآن في الجزائر وفي المغرب الآن يحضرونه من هذا التمر، وكأن دبس التمر هو استخراج السكر الموجود في التمر. لما لا؟ على الأقل هناك فرق بينه وبين سكر المطبخ، السكر الذي نضعه في الشاي علينا، هناك فرق بينه وبينه على أن هذا السكر المستخرج من التمور وغير مكرر، not refined، يعني لا يخضع للتصنيع ولا للتكرير، لأن لما يخضع للتصنيع والتكرير طبعا ستضاف إليه أشياء أخرى، ثم عليه سيمر ببعض المراحل التي ربما تبقي فيه بعض الأشياء. لكن دبس التمر الناس يضيفون قليل شيء قليل يعني من الماء في الأول، ثم يطحن هذه التمور، ومع الأسف هي تطبخ على النار حالياً، تطبخ كي يستخرج هذا السكر ثم ترمى هذه الألياف. هي عليه الألياف كذلك يجب أن لا ترمى لأنها تستهلك. لما يعني هي تستهلك؟ لأن نحن نستهلك التمور كلها، فتنزع النواة، وهذه لحم التمر هذا يستخرج منه هذا دبس سكر تمر أو دبس تمر يسميه هكذا. فهو يمر بالحرارة، مع الأسف كل الأشياء التي تتأثر بالحرارة لا توجد في هذا دبس التمر. كما أقول دائما في الحقيقة العلمية لا تستحي من أي أحد، فلما نستهلك تمر نستهلك كل مكونات التمر، الألياف الغذائية والمضادات الأكسدة الفيتوستروجينات الفيتامينات الأيودين المسائل الأملاح المعدنية، كل الأشياء نستهلكها. في تركيز ضعيف جدا من البروتين، كيمشي من 2.5 حتى 3، كاين بعض الأنواع فيها 4% بروتين، ولكن ليس مصدر للبروتين، ومصدر التمر مصدر للسكريات الأملاح المعدنية والألياف الغذائية. أحسن الألياف الغذائية موجودة في التمور وفي التين كذلك، التين الجاف. فهذا دبس التمر يستعمل كمادة غذائية على الأقل كسكر، كسكر فقط باش نكونوا واضحين، لأن جميع الأشياء التي المهمة التي توجد في التمر لا توجد في دبس التمر، لأنه يعني عولج بالحرارة، ولأنه يطهى أو يطبخ على حرارة عالية ولمدة طويلة. لما نطبخ يعني على حرارة 100 درجة ولمدة طويلة، طبعا كل المكونات التي تتأثر بالحرارة لا تبقى، من الفيتامينات، من كثير من الأشياء التي ربما يكون فيها هناك مكونات عضوية حساسة جدا. لأن الفيتامين سي كنلاحظوا على أن الفيتامين سي مثلا في الرطب يكون أكثر من التمور اليابسة. التمور اليابسة فيها يعني قدر بسيط من الفيتامين سي، هي الفاكهة الوحيدة التي يعني تفتقر الفيتامين سي بالمقارنة مع الفواكه الطرية، لأن الفواكه اليابسة ليس فيها فيتامين سي، لأن الفيتامين سي يتأثر بالتجفيف، ولما نخلي الماء من الوسط فليس هناك فيتامين سي. مثلا فالمربى، مثلا المربى الذي يهيأ من الفواكه، فكمية الفيتامين سي منخفضة جدا، لكن عصير الفواكه فيه فيتامين سي، فيه فيتامين سي طبعا، ومع الوقت يعني تنخفض تركيز الفيتامين سي، ينخفض لأنه يعني يتحلل. ثم هذا دبس التمر الذي نستخرج عليه، دبس يستخرج من التمر، هو فيه سكريات وأملاح معدنية. نعم فيه سكريات وأملاح معدنية جيد، لكن مصدر سكر هو يستعمل لتحلية بعض الأشياء، وهو في استعماله لما نحلي به هذه الأشياء علين، ومذاقه يعني لا يعجب الأطفال، ومذاقه ومذاق قوي شوي يعني مش، لكن أن يستعمل في بعض الأطباق، في الحلويات، في أشياء هكذا، فلما لا عليه؟ لما لا؟ لأنه سكر التمر طبعا ولم يخضع للتكرير، فعليا ممكن أن نستعمله، ولكن يعني كسكر، أقول كسكر وليس يعني كمادة غذائية راقية أو في أشياء أو يقال عنها هذه أشياء كلها خرافات. يستعمل كسكر جيد يعني، وأحسن من السكر الصناعي، لأنه لا يخضع للتكرير، لا يخضع للريفاينين يعني للتصفية والتكرير، وممكن أن نستعمله يعوض، ممكن أن يعوض السكر الآخر بدون أي شيء يعني جيد، ولكن يبقى أنه سكر وأن تركيز عالي هذا السكر، وعلى شكل سائل شوية يعني، هو لزج وسائل شوية، ثم ممكن أن يستعمل في أطباق، في حلويات، في أشياء هكذا. لكن مع الأسف الشديد نحن يعني
ننصح باستهلاك التمور. لما لا؟ لأن عندنا أنواع جيدة، كاين نوع الدقلة هذه في الجزائر وتونس، عندنا نوع الفقوس هذا المجهول، نوع المجهول وأحسن أنواع لا يوجد إلا في المغرب، منطقة تافيلالت. هذه المجهول هذا خسارة كبرى أن نستخرج دبس التمر من أنواع مثل الدقلة ومثل يعني المجهول عندنا في المغرب. لكن هناك أنواع بصر، أنواع من التمر التي لا تستهلك بكثرة وهي حلوة، ممكن أن نستخرج منها دبس، هذا دبس التمر. وهو دبس التمر يستخرج طبعا من الأنواع الرخيصة والأنواع يعني لا تستهلك بكثرة. نعم جيد، ممكن أن نستخرج هذا الدبس، ممكن أن نستعمله كما قلت في أطباقنا وفي حلويات إلى آخره، ما ليس هناك مشكلة. أنا كان هناك يعني أظن أن البلدان كلها تستهلك التمر، لكن في الجزائر نجد كثير، يعني حتى في المغرب هذا يعني كان التمر يستهلك مع بعض أنواع الأجبان ومع بعض أنواع الزبدة البلدية، هذه زبدة البقر البلدية، زبدة المتخمرة يعني الأقط هذا. لكن في الجزائر عندنا نوع جيد من نوع من الحلوى جيد طبيعي، ومن سميد القمح والتمر، يسمى المقروط. هذا المقروط وسميد القمح، قمح جودة جيدة، قمح صلب، قمح سميد التمر، سميد القمح هذا يعجن جيد يضاف إليه. كان يعني كان في الأول كان لا يعجن بالزيوت الصناعية، كان لا يعجن بالزيوت الصناعية ولا بالمارغرينات، مع الأسف الآن النساء يضيفون إليه المارغرينات في 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 وقت ما، الآن لا رجاء الناس. كان يعجن بشيء من مادة دسمة، كان يستعمل زيت الزيتون أو أشياء، أو سمن دهن أو أشياء هكذا، وزبدة، الزبدة هذه البلدية أو أشياء. ثم يعني التمر يلف بهذا العجين من السميد، لأن السميد لا يعجن، ولكن مع ذلك كان ثم يقطع، كان يسمى المقروط. هذا هو جيد وجميل جدا. فعوض أن نستعمل دبس التمر نستعمل معجون تمر، يعني تمر معجون كان تنزع النواة ويعجن ونهيئ منه، هو موجود الآن في كل الدول، تمر معجون عالين، عجين تمر توجد. فلما لا؟ نعم لما لا، ويجب أن نعلم حتى الأطفال يستهلكوا هذه الأشياء بدل ما ينصرفوا إلى حلويات أو إلى أشياء ربما يكون فيها مضافات غذائية وما إلى آخره. هذه أشياء ممكن أن تهيئ في المنازل، هذه هي القوة، ولذلك تكلمت عنها، لأن ممكن كل الناس أن يهيئوا هذه الأشياء، لأنهم ينظرون بأعينهم وليس هناك مضافات ولا أي شيء. لما لا؟ هي لا يمكن أن تكون يعني أشياء قبيحة، لا يمكن. لكن لما يهيئ الشيء على مستوى صناعي، يعني سكيل اب، لما نهيئ كميه كبيره وضخمه وتعلم طبعا، فالصنيع لا بد ان يضيف مضافات غذائيه، لا لا بد، بدون مضافات غذائيه لا يمكن، لا يمكن. فهذه الاشياء جيده، لما لا دبس التمر عوض هذه السكريات الاخرى. نعم، ولكن يبقى كما قلت سكر للتحليه فقط يعني. والى حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.